الذاكرة هي القدرة على الاحتفاظ أو استرجاع الخبرات السابقة. والتعلم لا يمكن أن يحدث دون اللجوء إلى الذاكرة. أما النسيان فهو الجانب السلبي للتذكر أو الفشل في القدرة على التذكر وبالتالي التعلم. طبقنا الأعراف الدولية واحترمنا الأنظمة العالمية وإجا الصليب الأحمر ونقلناهن من تل الزعفران. وفي سياق التاريخ اللبناني أصبح التذكر نقمة والنسيان نعمة، أما الحاضر فهو الأزمة. أمم للأبحاث والتوثيق الواقعة في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية هي مؤسسة غير حكومية تأسست سنة 2004 وأخذت على عاتقها عملية أرشفة وتوثيق وحفظ التاريخ اللبناني بدءاً بالحرب الأهلية سنة 1975 وتداعياتها حتى يومنا هذا. ليش أمم؟ لأنه يمكن عكس الأم الواحد الوحيدة، لأنه ما في واحد يفكر بالمفرد. أمم لليوم هي فكرة ومثل كل الأفكار هي قابلة أنه يعاد النظر فيها، منا مخطط، منا مؤامرة، هي مؤسسة تعاونوا على إنشاء مجموعة من الأصدقاء كان جمعهم بلحظة هاجس أنه كيف هيدا البلد ممكن يكون شفاف تجاه حاله. والمعادلة إذا بدك هي الشيء التالي، أنه ما فينا نكون شفافين بالحاضر إذا ما قدرنا نكون كمان شفافين تجاه الماضي. تجمع وتوثق أمم كل ما يتعلق بالماضي اللبناني من كتب، جرائد، مناشير، صور، تسجيلات صوتية وبصرية، بالإضافة للأبحاث والمعارض والنشاطات المفتوحة جميعها لعامة الناس. في ظل غياب واضح إما للأرشيف الوطني أو مكتبة عامة في لبنان والتي تختص في مثل هذا العمل كما هو الحال في العديد من الدول. 064 معناتها كل شيء له خصة بحرب 2006، حرب تموز، مناشير زتتها إسرائيل، بوسترز وزعوها حزب الله بسبب النصر تبعهم، عن هيدي عن فهود طريق جديد أول ما صارت تبلش المشاكل، هيدا الشيء عن حدا كاتبه ضد كمال جنبلاط، مذابح بأرمينيا، ميشيل عون، الضاحية من بعد الحرب الأهلية كيف تغيرت الاصطياف بلبنان. كل الناس مرحب فيهم، المعوق الوحيد أحياناً هو مواردنا البشرية اللي ربما بتسمح لنا نستقبل ناس كتير بنفس الوقت. تتيح أمم للجمهور اللبناني بالإضافة إلى المواد الأرشيفية فرصة تبادل ونقاش الذكريات التي تعتقد أمم بأنها الطريقة الوحيدة لفهم كيفية تشكيل الهوية الوطنية والفردية بين اللبنانيين، وبالتالي الإقرار بالمسؤولية والاعتراف بالخطأ لبناء المستقبل. إنك تشتغلي على ذاكرات الحرب اللبنانية هي إنك تشتغلي على الحاضر السياسي لهذا البلد. مش بالصدفة إنه اللبنانية أحياناً كتير عندهم شعور بإنه التاريخ بعيد حاله، وإذا طلع معنا إنه الحرب خلصت وإنه نحن بال 2013 محل ما نحن، معناتها انه في مسؤوليه كثير كبيره مش بس على اللي بلشوا الحرب بس كمان على اللي زعموا انها انتهت. فالحرب ليست قادمه، الحرب لم تنتهي اصلا.